ازاي تكون اسكندراني. دايما كنت لما اكون في القاهره ومثلا اكون جعان او حاجه فبكون بروح اخد فول وفلافل او بسال على مشوار اقول فين المشروع ميكروباص. فالناس كانت دايما تاخد بالها انها اسكندريه يقول لي انت من اسكندريه. فكنتش اعرف ازاي هو يعني بيفهم ان انا من اسكندريه. فطبعا في كلمات زي ما احنا عارفينها زي الطماطم احنا هنا هناك بيقولها قوطه مشروع ميكروباص ويقول لي ايه ده انت بتقوله احي وبتقوله ايو وكده. يعني تمام هي كل ده اللي تعرفه عن اسكندريه. ف حبيت كده او حابب احكي لكم قصه. مره كان في ايفنت كده على الفيسبوك كان اسمه توف وشوف في كرموز. كرموز بالنسبه لي كانت فيلم صايع بحر اللي هو بقى الزقايق والسوق وكده. فكنتش متوقع في يوم ان انا هروح احضر كرموز وامشي في كرموز. فكان مجموعه شباب هم كليه سياحه وفنادق فكان البروجكت بتاعهم هيفرجوا ويعملوا توعيه بالاماكن السياحيه اللي في اسكندريه. انضميت ليهم ورحنا مشينا في كرموز. واحنا ماشيين في كرموز قبل ما اقول لكم عن المكان اللي هنتكلم عليه دلوقتي قالوا لي القصه بتاعته. يعني كان في عربيه كارو بحمار كان ماشي ومره واحده الحمار بعربيته وقع. فقصه فعبال ما هم طلعوا الحمار بعربيته اكتشفوا مكان هو اكبر مقبره رومانيه يونانيه في العصر ده. المكان ده هو مقابر قوم الشقافه وزي ما انتم شايفين تنزل سلم حوالي مثلا 100 سلمه وبتشوف المنظر ده في الاخر. دي كان اول حاجه اكتشفتها كان مقابر قوم الشقافه. فمش كرموز سوق وكده لا في حاجات تانيه ممكن تعرفها. واحنا ماشيين كرموز وخلصنا كان في واحنا رايحين نركب لقيت كده عمود طويل. فسالت الشباب اللي معايا هو ايه العمود ده؟ قالوا لي ده عمود السواري ده طوله 26 متر وكسر وده من الجرانيت وده كان في عصر دكليدونوس. فكان بالنسبه لي حاجه روعه وقدامه زي ما انتم شايفين الاسدين وحمامه واقفه فوق. فالشباب دول خلوني ان انا يبقى عندي شغف اكتر ان انا اعرف اسكندريه اكتر. اسكندريه فيها ايه؟ اسكندريه فيها حاجات اكتر. دايما كلنا بنمشي في شارع فؤاد وكتير مننا بنمشي في شارع فؤاد وكان دايما في اول شارع فؤاد ايدك اليمين كنت دايما اشوف المبنى ده. كام واحد يعرف المبنى ده؟ فكان المبنى ده هو كان صاحبه هو متحف اسكندريه القومي. هو صاحبه هو تاجر اخشاب اسمه اسعد باسيلي. بعد كده خدته القنصليه الامريكيه بعد كده وزاره الاثار خدته وبقى متحف اسكندريه القومي. هو عباره عن ثلاث ادوار وكل دور بيتكلم فيه عن عصر من عصور اسكندريه من العصر القديم للعصر الحديث. وفي جزء للاثار الغارقه اللي هي في اسكندريه اللي هم اللي في البحر موجوده في متحف اسكندريه القومي. ان احنا كل يوم بنعدي بشارع فؤاد بعض مننا مش بيبقى عارف ايه المكان ده. او المكان اللي هكلمكم عليه بعد ايه كنت مره مع اصحابي قاعد على القهوه زي اي حد ومش عارفين نعمل ايه. يعني كل يوم كنت دايما اقعد على القهوه كان دايما تلاقي كل ما اقعد على القهوه الاقي نفس الوشوش نفس الناس قاعده هناك. فكنت دايما عايز اعمل حاجه مختلفه. فعلى الانترنت كان في مهرجان موسيقي في اسكندريه اسمه مهرجان افقي. فكانوا طالبين متطوعين فانا عملت ابلاي ورحت معاهم. فكان المهرجان ده كان فيه عازف تشيلو هو من انجلترا اسمه اوليفر. فقال لي بندق انا معايا رساله من والدتي لما عرفت ان انا جاي مصر واسكندريه مخصوص بالذات. قالت لي انا جدك كان بيحارب اثناء الحرب العالميه في العالمين وهو استشهد هناك ومحدش طبعا راح زاره تاني. فانا نفسي لو انت في اسكندريه تروح تزور قبر جدك لو عرفت تلاقيه. فهو لما قال لي كده قلت له بص هو انا اول مره اسمع ان في مقابر وطلع لي ورقه كده فيها اسم جده ورقم المقبره وكل حاجه فيها. لما روحت دورت على الانترنت لقيت ان
المقبرة الأساسية في العالمين، وفي مكانين هنا، واحد في الشاطبي واحد في الحضرة في شارع المنارة. قلت له خلاص هنبدأ بأول مكان اللي هو في الحضرة، كان أقرب ليه قبل ما يطلع العالمين على طول. وفعلا رحنا المقابر الكومنويلث اللي هي أو ما تخش شارع المنارة قدام كلية العلوم هتلاقي ايدك اليمين، ورحنا للحارس وقلنا له ان هو لو عنده عايزين نعرف جده موجود فعلا ولا لا. فعلا خلال 5 دقايق الحارس بتاع المقابر لقى جد اوليفر المقبره بتاعته. اوليفر كان طبعا في قمه السعاده، انا كنت اسعد منه صراحه عشان يعني هو عرفني حاجه انا كنتش عارفها، فدي كانت بالنسبه لي يعني ان الناس اللي من بره بتيجي تعرفنا حاجات في اسكندريه انا ما اعرفهاش. طبعا اسكندريه مش هحكي لكم اكتر، كل ما احنا عارفين عنها ان هي مدينه كوزموبوليتن، دايما بيقولوا دايما في الجاليه الايطاليه والجاليه الجاليه اليونانيه والرومانيه هنا في اسكندريه. ودلوقتي كنت دايما بمشي على البحر، وكان دايما بنشوف كان في كده من شهرين او 3 شهور كان في اللي هو العوده للجذور، ده كان مؤتمر اللي هو بيدعو الناس اللي هم في قبرص او اليونان يرجعوا تاني عشان يكتشفوا جذور اسكندريه. طبعا خلال جولتي في اسكندريه وبمشي في شوارعها كنتش بحب دايما امشي باصص تحت، لا انا بحب امشي باصص فوق في اسكندريه عشان بتتفرج على المباني وتكتشف حاجات. من ضمن الحاجات التانيه اللي انا اكتشفتها في اسكندريه وانا ماشي دي مش قفه تانيه زي ما احنا برضو باينين ومتحف اهو، دي ده كان مقابر كومنولث ما كنت مع اوليفر. كان استاد اسكندريه، كنت دايما عند استاد اسكندريه ايام المطوشه وكده بروح، فكان دايما يقول لك في مكان اسمه مكتبه البلديه، فانا كنتش عارف ايه مكتبه البلديه، فنزلت كده تحت الكوبري بتاع ابو عين واحده واكتشفت مكتبه البلديه هي فيها متحف الخط العربي، وكمان في متحف اسمه الفنون الجميله، ده بيضم لوحات للطلبه اللي هي من كليه فنون جميله، لوحات للفنان ولوح واجسام لمحمود سعيد ومحمود مختار وفنانين تشكيليين في اسكندريه. كملت وانا ماشي في مره في المنشيه لقيت واحد ايطالي بيتكلم مع ناس في شارع عادي منشيه شارع صلاح سالم، بس الناس مش عارفه تفهمه، فانا طوعت ورحت ان انا احاول اتكلم معاه، فقلت له في معنى ايه بالعربي محتاج ايه، فقال لي انا محتاج اروح فيكتور عمانويل. فالناس كلها كانت بتقول له، طبعا في ناس بتفتي او كده او بتقول الحاجه الطبيعيه يقول لك اه فيكتور عمانويل سموحه، هو يقول لي لا المكان ده هنا فيكتور عمانويل، فيكتور عمانويل في المنشيه. فانا قلت له خلاص مفيش مشكله، خدت منه الخريطه ومشيت معاه وقلت له مين فيكتور عمانويل عشان برضو انا يعني قلت بدل يعني عشان اخليه يبقاش يعني ريلاكس وكده. قال لي فيكتور عمانويل هو اخر ملوك في ايطاليا قبل ما تبقى جمهوريه، وهو كان طلب ان هو يتدفن هنا في اسكندريه من حبه لاسكندريه. فمن بعد مشينا معاه على الخريطه وصلتنا لكاتدرائيه سانت كاترين. وفعلا لما دخلنا كاتدرائيه سانت كاترين لقيت جوه قبر فيكتور عمانويل. مش عارف كام حد هنا كان بيعدي عند ميدان سانت كاترين ودخل او كان يعرف المعلومه دي. المتحف اللي قدامنا دايما واحنا رايحين سان ستيفانو محطه الزنيا كنت دايما الاقي كده قصر كده معدي عليه بس ما اعرفش ايه، كان دايما الناس يقول لك اه ده بيت المحافظ، لا ده بيت ما اعرفش ايه. فقررت ان انزل وعرفت المكان وقريت عنه ان هو كان لاميره اسمها فاطمه الزهراء، و عشان تخش المكان ده لازم تلبس زي حذاء من القماش قبل ما تخشه عشان تحافظ على الارضيه. والناس لما بتشوف الصور دي ممكن تقول اه ده في اوروبا، لا انا ده في محطه الزنزانه يا جماعه. فالمكان كم واحد عرف المكان ده ايه زي كده يعني؟ او هو متحف المجوهرات الملكيه. فمتحف المجوهرات الملكية لما بتخش جوه بتلاقي الرسوم على الحيطان وعلى الإزاز بتحكي قصة تاريخ كان في اسكندرية.
بس فانش بس اللي كان حاجه بتزعلني ان انا كنت انا بس انا وثلاثه اربعه اللي بنزور المكان ده. ما فيش حد كتير يعرف عنه ان هو او ما فيش حد بيروح يزور المكان ده. كان دايما يجي ناس تيجي تقول لك اسكندريه يوم واحد وخلاص. لا، اسكندريه مش يوم واحد وخلاص. اسكندريه احنا عارفين في قلعه كايت باي، وفي مسجد مرسي ابو العباس، وفي نصب الجندي مجهول، وفي تمثال سعد زغلول، وفي مكتبه اسكندريه، وفي بس الناس تقول لك لا ده كل ده انا خلصه في يوم واحد. لا، اسكندريه فكنت دايما بحب ان انا اكتشف حاجه ناس كتير مش عارفينها. وانا ماشي برضو في شارع سلطان حسين لقيت شارع مكتوب عليه كفافس. فانا وانا ماشي لقيت بقى منزل كفافس لوحه كده باليوناني وبالعربي. فلما طلعت الدور الثاني اكتشفت اللي هو كفافس هو شاعر يوناني كان مولود في اسكندريه زي احمد شوقي وحافظ ابراهيم من الشعراء اللي هم اليونانيين. وكان دايما البحر هو اللي بيديله الهام. واكتشفت لما طلعت الدور الثاني وشفت البيت بتاعه اللي هو اهداه بعد كده للقنصليه اليونانيه اللي بعد ما ماتوا عشان يبقى مفتوح للجمهور، قالوا لي يعني اللي هو بيدرس في المنهج في اليونان كفافس. وانا في المنشيه في ناس كانت بتقول لي كان في فيلم زمان اسمه ملاك اسكندريه، بالزمان ملاك اسكندريه، فده كان عند قهوه اسمها الهندي. فانا ماشي هناك كنت عايز اكتشف المكان. فانا ماشي هناك لقيت يافطه بتقول وكاله بهنا. فطلعت اشوف ايه وكاله بهنا. وكاله بهنا دي كانت اول شركه توزيع افلام ابيض واسود هنا من اسكندريه. كان هنا زي ما انتم شايفين الفايلات القديمه، رشدي اباظه، عماد حمدي، شاديه، كانوا بييجوا من هنا يمدوا العقود بتاعتهم والبوسترات بتاعت الافلام. اسكندريه كل ما تمشي فيها بتكتشف اكتر. اسكندريه فيها اكتيفيتي وحاجات كتير بس الناس ممكن بتكسل تمشي وكده. لا، لما تمشي في وسط البلد هتكتشف اكتر. وزي ما احنا عارفين هنا ده دار الاوبرا اسكندريه. وانا ماشي في شارع عجبتني اليافطه دي، الجرافيتي ده اللي هو طفل صغير وشجره وبيحاول يسقيها عشان تكبر. فانا حابب ان الناس كلها لما بتمشي في اسكندريه، وكان دايما الاجانب او الناس اللي بيجوا من القاهره يسالوني بندق نعمل ايه في اسكندريه وكده، كنت دايما اقول لهم حاجات نقط يقولوها. بس كان دايما او هم كانوا مجمعين ان اسكندريه فيها مدينه جوه المدينه، لازم وانت ماشي تتأنى كده وانت ماشي وتعرف كل تفاصيل فيها عشان تكتشفها. اسكندريه دلوقتي بدات مش زي زمان، بس لا لسه فيها ستيل فيها حاجات لازم نشوفها. فلما نمشي في شوارع اسكندريه ممكن يبقى ماشيين باصين لفوق، هتعجبكم اسكندريه وهتكتشفوا المدينه اللي لازال انا بحاول اكتشف فيها وانتوا كمان هتكتشفوا اكتر. شكرا لكم. في المغامرات بتاعته دي ما كانش بيبقى عارف ان هو هيكتشف حاجة جديدة، كل حاجة كانت بتيجي معاه.